عاملين ايه النهارده؟ هنلعب ماب حرب كده. يا لهوي يا لهوي، انا في تيم الازرق. اوكي، المفروض ان احنا بنسرق اعلام بعض. اوكي، قتلت واحده بالسنايبر، انا جامد. بس ثانيه كده اكتب ده، واحنا تيم كسبان. اوكي، هتبقى اضرب هنا، ما اعرفش ليه. او ماي جاد، او ماي جاد، او ماي جاد، او ماي جاد، او ماي جاد. ثانية واحدة، هدي حتتنا ولا حتته؟ اعتقد ان دي حتتنا، صح؟ يوب يوب يوب، اي اه يوب. اوكي، اوكي، خليني كده مثلا. فهمت، كان افتكرت في حد هنا بس مش بس ثانية واحدة كده. كنت فاكر حاجة، كنت فاكر ان في حاجة بس مطلعش في اي حاجة. اسرع العالم، اسرع العالم. مش عارف تسرعوا كسر. دي بنت ولا ولد؟ ما اعرفش ولا ايه. اوكي، تحط ايه 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 ايه. اوكي، او ماي، لما بعمل كده بيكون غريب اوي. اوكي، انا مستني اللي هناك يحط العلم علشان انا اخده. ايه بس هو كنت ملاحظ ان نطيتي عليه، معرفش ازاي ازاي. ايوه نطيتي عليه، نطيتي عليه، معرفش ازاي. بس اهو، ولا مش عليه، معرفش والله، حاجة غريبة كده. اوكي، كان في حد هناك بس ما جبتوش. اوكي، بيو اوف، قتلت واحدة بالسنايبر، اوف. اوكي، ايه ده؟ انت ازاي ده بيت اصلا؟ تعال، هنلف ورا بعض بقى. ما كم نحتم. بس ماما هترك، انا هترك يا عمي بقى، هتدوخنا. ماما انت هتيجي يعني اخيرا، انت مستفز. يا عم انت ثاني بقى. ايوه، انا بلاحظ ان نطتي عليه، معرفش ليه. ومثلا في حاجة مثلا بتعمل كده، معرفش والله. لا، في واحد بينزل على السنايبر، مات. اوكي، اللعبة دي انا جربتها قبل ما اعمل فيديو، فطالما حلوة بقى قررت اعمل منها فيديو. ف هو ده الفيديو. اوكي، في حد جاي ورايا. لا، ده من التيم بتاعي. اوكي، احنا حرفيا سابقينهم بكتير قوي، النقط بتاعتنا اكتر في التيم الازرق. اوكي، في حد فوق بس من عندنا، فوق عندهم حرفيا. اوكي، ننزل تاني بقى، نروح نسرق العالم تاني. اوكي، وانا ليه لما بعمل كده بيظهر السناك اهو؟ ايه ده، ايه ده، في واحد. دي معنى بطلع بطعم فين.
بتلخبط علشان انا متعود على تيم ريد. اوكي. بيو بيو او ماي جاد او ماي جاد. عدت من جنبها. انت تمني قتلت 9. او ماي جاد. اوكي يا جماعه انا مت من حد كده كان تاني. اوكي في بنت ثانيه سرقت العالم فمش مهم يعني. جماعه انا عندهم عايز اسرق العالم بس في حرب عالميه ثالثه هنا حرفيا. اوكي ازاي ما جاتش في... لا دي ازاي بجد ما كانت ما جاتش فيها. حد يفهمني حرفيا ازاي. اوكي اوكي مستني العالم يجي. اوكي انا الاول يس انا طلعت الاول انا طلعت الاول يا يا بيبي يا طلعت الاول. الله. طلعت الأول يا بيبي يا. ايه ده قربت اجيب الصاروخ. طيب عشان كده كنت جاهز السيف كنت بحفر بالسيف. نازل تلاتة معايا. ممكن في حد بيجري ورانا بالسيف. دي اللي قتلتها واحنا وانا بحفر. لا انا لا لا كان خط. بيو ما جاتش فيها. المشكلة بقى ان لو حد نفسن عليا في اي حتة كده هتيجي فيا عشان المكان ضيق. اوكي او ماي جاد. تلت اربعة معايا 5800 نجمة. 5800 نجمة انا جامد جدا. اوكي ده معايا اصلا معرفش اللي بيجري ورايا بس تقريبا بيحميني يعني. بص هو ده حاجة سرق العالم بتاعه. طب خلاص 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 خلاص. اوه ماي جاد. اوكي اوه ماي جاد 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 اوه ماي جاد. اوكي المرة دي يعني الحمد لله يعني تعدل. اوكي
اوكي اوكي اوكي يلا 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 يا بابا انت الثمانية. اوكي ما عشان نزود الكلز عندي ما انا هترك انا عشان نزود الكلز يا ابني. او ماي جاد هيلث فوت الهيلث الهيلث الهيلث. اوكي لا 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 لو ما كنتش استخدمت كان زماني ميت. طب ينفع البرو توسع؟ طيب طب انتي توسعي. طيب اي حد. طب انا خاطر. او ماي جاد 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 او ماي جاد. اوكي لا 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 اوكي في بنتين هنا ما عرفت بيعملوا ايه الصراحة. نكمل بقى احنا في حربنا الجميلة دي الحرب العالمية التالتة ولا الرابعة مش عارف. نعرف البيت لا ازاي 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 بقى. اوكي انا معايا 500 ممكن اطور السيف بس في حد دلوقتي عندنا لو طورته مرتين كده ايه ده دور اتنين. لا يا ناس طب حد يساعدني. طيب يا ناس يا ناس وانا هعمل كل حاجه لوحدي النهارده ولا ايه؟ الله يرحمك يا برو. اوكي انزل تحت وبعد كده ما شاء الله ما جتش بحد يعني بجد بعرف انفن قوي. انا عرفت ان في حد موجود هنا عشان كان قاعد بيكسر شكله عاوز يجيب الصاروخ ولا ايه بالظبط. اوكي لا الهيلز ازاي ازاي ايوه بس ده خطر هو معايا العنم ده بخطر كتير. اوكي اطلعي برو. اوكي يا برو في واحد عندهم كده بيحب يكسر لسه قتلني مرتين من هو نوب بسيط. اوكي يعني ايوه كنت عارف. السلام عليكم يلا كل واحد يروح بقى. ايه ايه المفروض نعكس على فكره عشان حتتي هنا هناك ايه ده لازم بيزود اقل من نص ليتر معرفش ليه. من دفع فيه 500 حرفيا لا مش 500 روبكس 500 دولار لا مش لو في اللعبة لا فهمتوني صح اللي هو بالفلوس دي ايه ده يا برو تعال انا مش هسيبك يا برو تعال يا برو قلت بالسنايبر وانا لازق فيه اصلا. البنت دي مستفزة عبي اهم حاجة معايا الهيلث واصلا خلصت. ادريتني بالسنايبر ازاي يا رب يا رحم يا رب. اوكي اوكي
اوكي. يا ربي. كده وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب تكونوا استمتعتوا، ويلا سلام.